وبعتقد ان ام كلثوم احنا محظوظين جدا بيها، رحلت وما زال صوتها عطرا فواحا. كزمان قلت ما اذا كانت ام كلثوم تفاح وفيروز جوافه، فانا اعشق الجوافه وما بحبش التفاح. الجمله دي صحيحه؟ انا احب ام كلثوم القصائد. تمام، بس انت فيروزي. لكن انا فيروزي، تعشق فيروزي وساظل فيروزي. هل فيروز لها يعني ظل جديد او شبيه في الاجيال الجديده؟ فيروز دي حاجه يونيك يا محمد. ماشي. يونيك بالعربي يعني متفرد. اما اقول امال ماهر، انغام، شيرين. امال ماهر تحتاج بعض الصنفره والصحيان. طيب انغام رقه المشاعر المبتله بالدمع. طيب شيرين لما قالت النيل لما انا مع شيرين في صوتها غير المعقول. ولكن الزنبلك لما يحصل شويه حاجه ما يجيبش نبقى قصاه، نحن قصاه. تمام. حالة شيحة عادت من الحجاب الى التمثيل، امر شخصي بحت والتدخل فيه رزالة. يا سلام. نعم. حاجة عامة واحيانا رخامة. نعم. انا خلصت. في سؤال حضرتك كنت اتمنى اسأله لك وما سألتوش. انا كنت زمان لما عبد الوهاب كان يقول لي كده. يقول لي يا اخي. أيوة. انت سألتني اسئله كتيره الى درجه انك عثرتني. انا عملت كده؟ ده شرف ليا. انت حاولت يعني يعني لا لا لا, لا. انت اجتهدت ونجحت حبيبي. والله بشكرك. ما قلتيش السؤال. نعم السؤال. كنت احب مثلا انك تسالني هو انت ليك احفاد؟ لا لسه ما ولادي ما اتجوزوش. قال لك انت صغير. ربنا يكرمك. انا بس عشان هيقفلوا علينا جمله اخيره.